مقلب صادوني يمك يا توني قدام الوادي مشدوا عيوني سولي الخطة دبوني بورطة تاليها تكلبت بدي أنا الشرطة مقلب صادوني يمك يا توني يمك يا توني قدام الوادي مشدوها عيوني الشرطة وكل قوة جوكم في الخوة بيضة المتعاطي كل هالطب جوه عوف الممنوعات وبلغ القوات وتلاحق روحك وانسى المآر الفات شرطة وكل قوة جواكم بالخوة بيضة المتعاطي كل هالطب جوه مقلب صادوني يمك يا توني قدام الوادي حياكم الله مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامج كلبتني توني قبل يكون مقلب أو تجربة هدفنا بالبرنامج نوعي كل الشباب ونقولهم دير بالكم من الممنوعات المنتشرة بكل مكان مثل ما تعرفون بالأيام المضت شبابنا تورطوا وكو بعض من الشباب مشوا بهذا الطريق وانحكموا من 15 سنة لعشرين سنة الوصلة وحتى مؤبد أي شخص يحس نفسه هو تورط لو يحس نفسه هو بمصيبة لازم يتصل برقم 178 مديرية مكافحة المخدرات هذه المديرية ما راح يقصرون وياك راح يوقفون وياك شكرا لهاي المديرية وشكرا لكل القوات الأمنية الجاي تعبون ليل ونهار حتى ينهون هاي الظاهرة هسه خلينا نسولف بضيفنا بهاي الحلقة الزميلة ويليان أوس اتصلت بالفنان طالب الربيعي قلنا له احنا منظمة انسانية واكو عائلة فقيرة عايشة بمدرسة ولازم نروح نزورهم الفنان طالب الربيع قال الويليان انا عندي شغل والتزامات لكن اذا موضوع انساني راح اعوف كل شغلي واجيكم اجى هذا اليوم راح يجينا بي طالب الربيعي راح تشوفون هاي الحلقة وش راح يصير باحداث هاي الحلقة خليكم ويانا مرحبا خالة مرحبا هلا خالة هلا وعيني شخبارك ان شاء الله زين الله يسلمك احنا من المنظمه الانسانيه انت اللي راسلتونا ايوه احنا ناشدناكم ناشدتونا على مود المساعدات اليوم جبت لك الاستاذ الفنان الكبير طالب الربيعي اللي بصبح الاقرع بعالم الست وهيبه هلا بيك استاذ هلا بيك يما الله يوفقك تفضل يما تفضل عيني تفضلوا حاج ابو سيف اطلع انت وسيف اجانا ضيوف هلا عمي هلا بيك يا اهلا وسهلا اهلا ومرحبا هلا يما هلا بيك اهلا وسهلا الله يسلمك اهلا 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 وسهلا اهلا اختي اهلا هلا بيك هلا بيك حاج شلونك عم ابو سيف شلونك شو اخبارك شلونك سيف وحبيبي شلون الصحة الله يخليك استاذ زين ان شاء الله الله يحفظك شلونكم بهذا الجو والله الحمد لله شوي يعني مرتاحين ها ماشي وضعكم شلون هنا والله يعني الحمد لله يعني ماشي والله بين بين ايش تشتغل خلاص نعتذر منكم اخاف يعني شوي بارد لان الغرفه صغيره لا لا بسيطه اي والله جابكم يما بالبارد بارد الدنيا والله استاذ انا قاعد ما عندي شيء يعني بهاي حارس بهاي المدرسه قاعدين بهاي الغرفه صحتك صحتك يعني لها علاقة بصحتك اللي قاعدين شوي تعبان لان عيون بيها مي ورجلي مفاصل وجعني لا لا بسيطة أيوة تدلل الله يخليك تدلل ان شاء الله عينك تصلح مثل ما يقولون واحنا اكو عندنا جهات أيوة حكومية وجهات غير حكومية وعندنا اشخاص أيوة وعندنا معارض مستعدين ان يقدمون الخدمات للعوائل اللي مثلكم واللي محتاجة فعلاً للمساعدة لأنه مثل ما يقول لك العراقيين البعضهم
واحنا لبعضنا ان شاء الله. منو عندكم يشتغل هنا بالبيت؟ والله بس هالوليد كان بالمدرسه والسنه قعدته يطلع برا يشتغل يبيع ماي ماشين يجيب لنا هلال قاسمه، وهذا بالمدرسه يعطينا 150 بالشهر والحمد لله. ها. لا ما تكفي 150 ما تكفي. شلون وضعكم؟ شلون مدبرين بهذا البلد؟ والله هاي عندنا توله يمنا قاعدين عليها زين، وانا اشدت وما راسلت احد من الجهات المختصه الحقوق الانسان هاي كلها ما راجعتوها؟ يمه هواي ناشد نوادم بس ما حد جاني بس انتم ناشدناكم وجيتوا. اني طبعا والديكم ولا يهون الاستاذ، انا خابرته وشرحت له الوضعيه كلش انقهر، مع ما هو يعني انسان تعرفين انشغالاته وكونه هو فنان ومعروف، فخطيه كلش انقهر واصر انه يجي ومن غير حتى لا كاميرا. لين تعرفين انه بعض الفنانين احترامي لهم يعني يقول لك انا اريد كاميرا لو اريد اجور، الا هو انسانيته اللي جابته لهنا. احمد الله والديك. لا جينا بدون كاميرات بصراحه، يعني مو بس انا كفن، كل الفنانين العراقيين لما يشتغلون، وهذا العام يعني عام درامي متميز يعني اعمال بيه هواي. اي والله حتى الفنانين هم لما يشتغلون هم ملك الناس. صح. والناس هو انتم. يعني احنا من نقدم مسلسل ونسهر عليه ونتعب من الصبح الى ثاني يوم الصبح، معناها نقدم فكر، نقدم موضوع، نقدم شيء يخدم الناس. وانتم من الناس اللي لازم الفنان يخدمهم مثل ما الدولة ايضا تفكر بخدمتهم. اي والله. وان شاء الله ظروفكم تتحسن، بس انت عرفت تبيع بالتلفجلايت زين، طيب ليش ما تحاول ان تخلي لك وقت معين تبيع بهاي الادوات المي والكلينس، يعني تدير بالك على عائلتك وتخصص لك وقت للمدرسة مثلا الصبح او الظهر او مسائي، لانه الشهادة ضرورية بعض كل اللي ضرورية شهادة، يعني تصير طبيب تصلح عيون والدك الداريها صحته امك ما شاء الله زين، بعدها شباب لازم انت تدير بالك عليها وتدير بالك على ابوك، لان يعني انت السند لهم، انت عمود البيت مثل ما. اي والله يمه. يعني هسه ما بيهم حيل بعد يشتغلون. اي والله يمه. هسه دورك، هم جابوك للحياه، رب العالمين جابك للحياه، هسه دورك انت جيت مثل ما تعبوا عليك انت تتعب عليهم، ففكر بالمدرسه والشغل، العلم والعمل. مو تمام اختي؟ اي والله رحم الله والديك يما، الله يوفقك ان شاء الله. طبعا الاستاذ جايب لكم مبلغ هو بسيط يعني مو من مقامكم، ان شاء الله يعني يسد بعض الحاله. تفضل ابو سيف. قال المبلغ من الاستاذ طالب الربيعي. تدللون 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 رحم الله والديك. تدللون هو مو من مقامكم بس يعني قال ان شاء الله انا كل شهر احاول يعني اساعدهم بمبلغ بسيط. الفنان طالب الربيعي كلش اندمج ويا بيت ابو سيف وانقهر عليهم وتفاعل وياهم. عيني صبح الاقرع على كيفك ويانا، احنا متعودين عليك بالمسلسلات دائما اكشن وما تنقهر، هذا القهر شفناه بوجهك اليوم، هسه راح انادي القوه واخليهم يداهمون المكان وخلينا نشوف شنو راح يصير وياك. لام ثلاثه لام خمسه مركزيه، داهموا المكان فورا. اليوم يطلون عندنا على العشاء. لا خلاص تعشوا العشاء. لا 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 يعني اعطيناكم فلوس حتى تجيبون لنا عشاء؟ لا تعشوا العشاء. لا 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 شنو هاي؟ وقف شنو هاي؟ لحظة بس احنا حراس المدرسة. ها؟ حراس وجماعة الطرق. شنو هويتك؟ بس بالغرفة. اعطيني فتشوا الغرف. يلا اعطيني هويتك. احنا حراس. اعطيني هويتك. سيدي بالغرفة. هاي شنو اعطيني اياها؟ سيدي اعطونا فلوس جماعة. اعطيني اياها. فلوس اعطونا اياها. بس مساعدة مساعدة. اعطيني هويتك. اعطيني هويتك من حضرتك. فد لحظة. شنو اعطونا؟ فد لحظة. احنا منظمة انسانية جينا نساعد العائلة فقيرة. اعطوني هوية والله انت هويتك. بس فد لحظة يعني هوية على شنو؟ بلا زحمة اعطيني هويتك. اعطيك هويتي بس. عندي امر بالتفتيش. هذه امر قضائي امر يعني. اي نعم امر عندي بالتفتيش. باسمي بالذات يعني. لا جاي افتش على الكل. شنو اعطونا؟ شو عندكم انا؟ انت منو؟ خال انا هنا قاعدة حراس بالمدرسة. انت شنو اعطيني هويتك؟ استاذ بس اعطيني هويتك. ما عندي ما جاي. اعطيني هويتك بلا زحمه. بس لحظه ارجوك اعطيني هويتك. انت مشاهد تلفزيون؟ اعطيني هويتك. هاي الفنان هاي الفنان طالب الربيعي جاي اقدم مساعده لهذه العائله. عندي امر عندي امر بالتفتيش. اعطيني هويتك. امر باسمي؟ لا مو اسمي انا بدي افتش. اعطيني هويتك. حاسبنا؟ على عيني هويتك. بس ممكن اعطيني هويتك بلا زحمه. اخي هويتك. اعطيني هويتك. انتم على عيننا وراسنا. اعطيني انت هويتك. ما جايبه هويتي والله.
شنو بجايب؟ ما جايبه. يعني شنو تعلم؟ هوية شنو؟ طبعا اعلاميين. اعطيني هويتك. هذه هويتك. شو تسوي بيها؟ شو تسوي بيها لو؟ نتعرف عليك. تفضل هاي الهوية، هذه نقابة الفنانين العراقيين. زين وياها. تفضل. انا ما عندي شيء، جيت اساعد هاي العائلة، يعني ممكن تعوق. اعطيني اعطيني هويتك، ماكو انت شنو انت؟ يما جايبين. تعال. ابني ابني تعال. جيبوا لي هذا. يما ما عنده غير. يما ما عنده غير. جيبوا لي اياه. لا يما لا. لا لا لا. لا مدبوح. جيب لي اياه جيب لي اياه. يما اخوي هذا مو طريق التيشيرت، تعال. لا زحمة تعال. انت فنان، انت فنان، انت فنان، واحنا جاي نقدرك ونحترمك. تعال فتش لي اياهم. اخي تقدرني يعني انت يلا كلهم. مسوي فضل عليه حتى تقدرني هذا الطفل هذا شنو؟ اخي انت شنو ضد القانون؟ اخي مو ضد القانون. انت فنان؟ اي بعد شنو احنا جاي نحترمك قلت لك انت فنان. شو تفتش مني؟ فتشهم. تعال اسحب لي التليفونات مال هاي البنيه. الله يخليك انا شنو بيها ضغط وسكر يعني اني ممكن اروح ثاني بس لحظه. هاي شنو هاي استاذ؟ شنو؟ فنان؟ شنو هاي؟ شنو؟ ما ادري هاي شنو هاي بجيبه وين لقيتها؟ شنو هاي؟ وين لقيتها؟ هاي وين لقيتها؟ شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي وين لقيتها بجيبه؟ انا عندي امر بالتفتيشك ممنوعات هنا صار خمس ايام ورا قبل بكره. يا اخي تعال اسحب لي التليفونات. يلا 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 استاذ اخوي هذه شنو خلها بالطريق بالسياره بسوق غير مخدرات يا جيب بس انا هو لقيت انا ما رايح حاجه عيد كلام لام سبعة على المسمع من النداء مفارز الدوريات لمنقاطع المسؤولية تم إلقاء القبض على مجموعة حوزتهم ممنوعات وبحسب توجيهات السيد المدير المحترم تتكون هذه المجموعة من خمس أشخاص وأكو شخص يدعي فنان تم التحفظ عليهم في داخل المديرية مع المبرز. بارك الله بكم وشكرا على الجهود المبذولة والقانون فوق الجميع حتى إذا هو فنان جيبوا لي إياه فورا. أي حلو بعد شويه يجين الفنان طالب الرباعي وراح تشوفون شنو راح يصير وياه. خليكم ويانا كلبشني توني اخوي انا شخصيه عامه ارجوك ما يجوز هذا بيجوز هذا التصرف هذا يلا مو التصرف هذا استاذ الله يخليك استاذ الله يخليك اني امي اذا ضغط السكر انا ما اريده من عندهم ما اريده هذا اللي صار هذا شيء غلط هذا شيء غلط هذا ارجوك يلا بدون زحمه مخدرات هاي جيبك وسح على الفنان يلا بدون زحمه نلتقي من قبل نلتقي من قبل حج مريض العجم والله ما اعرف شيء ولا صوت لا ترى ما معقوله ما معقوله نهائيا ما معقوله هاي جيبك شنو لقيناها؟ لقيناها بجيبك انت متوهم انت متوهم بدون زحمه متوهم انا اكد لك انت متوهم يلا استاذ القانون على عيني وراسي اني يعني الحكومه على راسي بس والله احنا ما مسوي شيء وين ام الدين بدي اجيب يلا شفت يلا 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 وين ام الدين بدي امي كلها من وراك انتم شعبه ما تجوز تعدينا لا تضرينا يلا صعدوا وياهم كلهم على حد العدل هذا المتهم استاذ خليجي خليجي خليك قاعدين هنا تعليجي يا استاذ هنا تعال تعال اقعد استاذ اقعد 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 استاذ تعليمات نعم الاستاذ يسالك تجاوب ما يسالك لا تحكي
تمام؟ نعم نعم بس بس, بس اجاوب. ايه نعم. نعم بالخدمة. نعم. تعرف هسه انت وين موجود؟ بصراحة لا لا ما اعرف طبعا ما اعرف. دون يمك كامل، أنت موجود بيد القوات، أنت موجود بيد القوات الأمنية وبأحد مراكز الشرطة. شنو؟ أنت بيد القوات الأمنية بين أيدي أمينة، وأنت هسه حاليا بأحد مراكز الشرطة. شنو اسمك؟ قوات أمنية. أنت اسمك شنو؟ اسمي طالب الربيعي. اسمك الكامل، اسمك واسم أبوك؟ اسمي طالب عبد الحسين. بعد وراها؟ هندي. هندي. اللقب طالب الربيعي. طالب الربيعي. بيتك وين؟ بغداد بشارع فلسطين. بغداد. شو تسوي بهاي المدرسة؟ مدرسة بصراحة جينا على اعتبار أني فنان ويعني شخصية عامة ونقدم يعني خدمة للناس المحتاجة. يعني شو تصورون أنتو حلقة برنامج أو شنو؟ بصراحة أني بس دعوني على مود أكون وجه معروف للعوائل. يعني دعوك انت كنت تصورون تصوير لو بدون تصوير؟ لا لا بدون تصوير. بدون تصوير. اكمش هاي بيدك بلا زحمة عليك. مش ها هاي 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 تعرف شنو هاي؟ هاي لزمناها بجيبك ممنوعات عليها حكم من 15 سنة ل20 سنة حتى مؤبد، وانت فنان واحنا متابعين مسلسلاتك من ايام التسعينات متابعين كل اعمالك. احكي لي شو سوى هاي الممنوعات بجيبك؟ هسا انا ما اعرف شلون اتعامل وياك، انت فنان محترم شلون يشيل هاي الممنوعات؟ أنا أشكرك جداً وأشكر يعني موقفك تجاه الفنانين، لكن بصراحة 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 يعني أنا نفسي ما أعرف يعني تفاجأت من جو الجماعة وقال زين ذا شيء أذني إيش أذهن بجيبك الممنوعات؟ يعني شو يسوون بجيبك؟ بصراحة أنا ما أعرف يعني إيش تصور يعني إنسان أو فنان ذا يقدم مساعدة للآخرين، ذا ينتشلهم من واقع صعب يعني يتعامل بالمعرفة إيش مخدرات أو شيء ما أعرف شو بيه. احتمال أكو إشكال بالموضوع يعني احتمال بسيارة وخاليها بجيبي واحد مهزوم. عندك أعداء؟ أعداء لا الحمد لله أبدا. من خابرك تجي أنت بهذا المكان؟ اتصل بك منه؟ إي الفتاة شو اسمها؟ الإعلامية بصراحة اسمها ما أدري شلون ما تعرف اسمها وتجيها رأسا؟ هي فقط يعني دعتني المشاركة بتقديم المساعدة للناس. العائلة فقيرة. العائلة فقيرة. شو اسمها هاي البنية جبتوها كامل؟ ليام ستار. روح صعد ليام تعال. أمرك ستار. نعم ذكرت نعم 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 تمام. تمام. فطلبت من عندي أنا أقوم بهذا الواجب وأنا هذا واجبي كفنان وكإنسان وقدمت لي عليه وتفاجأت في هذا موضوع المخدرات ما مخدرات. لا احنا لزمناك متلبس واكو ممنوعات بجيبك واحنا نطبق القانون على الجميع. احنا لازم اليوم نطبق القانون على الجميع صح لو لا؟ اكيد القانون فوق الجميع. انت عندك اولاد؟ طبعا عندي عائله واولاد. شلون العائله؟ كم ولد عندك؟ عندي ثلاثه. ثلاث ولد عندك؟ نعم. شنو شغله ابنك الكبير؟ يشتغل بشركه توصيل. شركه توصيل؟ نعم. اي حمودي. حمودي ابو نعم. حمودي نعم. انت ليش ما تتساهل ويانا وتقول انا ورطوني ومشوني بهذا الطريق وساعدنا وتعطينا يعني تعطينا معلومات حتى نقدر نساعدك؟ صدقني تعال يعني صدقني انا المساعده اللي اقدر اقدمها هي اقول الحق. تعال بعد احكي وياك الاستاذ يسالك تجاوبين ما يسألك ما تجاوبي تمام؟ ارجع لي ورا بعد ارجع لي ورا عسى كملي يلا استاذ والله العظيم دقيقة لا تحكي شنو اسمك؟ ليليان. ليليان شنو؟ ليليان أوس. ليليان أوس شنو تشتغلين؟ أنا بمنظمة إنسانية أساعد دقيقة الفرق. على قد السؤال تجاوبيني لا تظلين مثل أنتم الإعلاميين ما تعطون مجال واحدة اثنين ثلاثة على قد السؤال جاوبيني. حاضر. منظمة إنسانية دون يمك كامل. نعم استاذ. الساعة 1300 من خلال مصادرنا ومن خلال معلوماتنا الدقيقة لزمنا عصابة التاجر بالممنوعات. راح اسأل السؤال هنا الفنان طالب الربيعي فنان محترم وكنا نحبه ونتابعه. استاذ بس خليني اكمل خليني اكمل لا تقاطعيني. هنا الفنان هاي الممنوعات مو له هذن الممنوعات كان بالجنطة يمج لو وين استاذ والله ما لي علاقه هم فتشوه طلعوا من عند اني وين طلعوا الممنوعات؟ من جيبك. من جيبك؟ اي
وليش ما اقول بجن طيب بك لزمناه؟ والله العظيم مو عندي اني انسان. استاذ بجيبك صح اللي قول؟ مستحيل اكون اني. استاذ دقيقه، استاذ بجيبك من استاذ مثل ما قال لي الاخ، قال لي هاي شو اسوي بجيبك؟ استاذ انا ما لي علاقه بهذا الموضوع، دا اقول لك اني انسانه عندي عائله وام ووالدتي مريضه، وخطيبي حرق التليفون علي دا يقول لي شنو الموضوع؟ اني هيئه منظمه انسانيه وجايه دا اساعد الفقراء، شو اللي علاقه بهاي الممنوعات؟ اسال الممنوعات وين؟ مو عندي عند الاستاذ طالب، انا اصلا مصدومه يا فنان. او لا 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 تسمحوا لي. تذكرت اني حسيت ايديها يعني مدتها على جنطتها ومدت ايدها بجيبي. استاذ يعني تتهمها؟ لا مو اتهمها، يعني مو اتهمها، لا بس اني شفتها يعني متاكد. سمعتي هسه؟ لا استاذ ليش بدك تتبلى علي؟ انت انسان معروف. لا خلينا نشوف الشهود البقيه. خلينا نشوف الحاله. انت كنت قريبه عليه. اي بس انا مالي علاقه، اني داب لك انا مالي علاقه. شلون يعني استاذ فنان كبير يصير عندك هاي السوالف؟ ما يصير ترى. انا هسه يتهمك، عيني يتهمك. انا انتبهت. استاذ انا مالي علاقه. وديها. قومي. دمرتوا العالم. ها استاذ انا شاك بيه. ما تريد انت المتشكله. يلا. استاذ. راح نجيب العائله، جيب هذا الرجال الكبير، اذا ما شهدوا ضدك اطلعك، بس اذا قالوا هاي الممنوعات لك ما اقدر اطلعك. نشوف نسمع العائله شو يقولون. بس انا متاكد من نفسي بريء، متاكد. واشك بها هاي البنيه ايليان، اشك بها. اشك بها 100%، لان اوديها يعني من الجنطه مالتها مدت بايد يعني بالجيب مالي بلوز مالي، يعني قريب على ايديا. انت تخاف من السجن؟ اكيد يعني اكو مثل عندنا العراقيين يقولون لا السجن ولا الصحه ولا المستشفيات. السجن بهدله واذيه وسمعه مو زينه. تعال. مين راد السجن؟ ابدا ابدا ابدا. تعال. ابدا. شوي مقعد مو راحه. مساك هذا غش، اقطع الكلام حجي. تعال اقطع الكلام. مساك سيدي. قول اقعد هناك. وعد شلونك سيدي؟ وجمع المشاكل مع شنو اسمك؟ سيدي عبد الله. عبد الله. عبد الله محمد سيدي. عبد الله سيدي حارس المدرسه. بالمدرسه فقير. عبد الله. ايه الفنان طالب الربيعي، تعرفه ولا ما تعرفه؟ انا سيدي ما اعرفه، بس جانا قال هو وحده يسافر، قال انا ممثل واعلامي. احنا لزمنا عندكم ممنوعات في المدرسه وهاي عليها حكم اعدام. والله سيدي دخيلك، احنا ما عندنا شيء. والله سيدي هو عندي. منين طلعوا هاي الممنوعات؟ سيدي ما عنده من جيبه والله، حتى من طلعها سيدي البكام صلح. وقال انا سيدي اعطيكم فلوس واشغل ابنك واسوي لك رعايه سيدي. يعني من جيبه؟ اي والله. دون يمك ثبت. من بكم صلح سيدي؟ يلا بكم صلح. اعترافات عبد الله. نعم. طلعوا الممنوعات للفنان طالب الربيعي. صحيح سيد من جيبه. اول متهم شهد عليه سيدي وراجل راجل نزل كقول راجل نزل ودي. صح زوجته. انا لبيتها حتى البلوزه مالتي لبيتها. يعني هالقد ما انفعلت تفاجأت بالحادث. ودي اروح لهنا سيدي. شنو وين؟ يلا شيخ روح لهنا. كيف شلون هذا الحكي؟ كل شيء مالك وانتو سيدي. والله ما تقول الكلام. يلا يلا دمرتوا العالم. استاذ بلكي تزوجته اصير وياك حتى تتغير الافاده واقدر اكفي لك واطلعك. بلكي هذا كلام ما معقول، ما منطقي ابدا. هو دا يقول لزموها بجيبك. بس انا شو اقدر اسوي؟ يعني هم صار لزموها بجيبي، بس منين اجت تجيبي؟ منين؟ منو خلاها؟ احنا نزلناك متلبس استاذ. هسه اني ترى ما جاي احكيك احتراما لمهنتك الفنيه يا استاذ، ليش الان؟ احنا نزلناها بجيبك. تاكدوا من البنيه، تاكدوا. انا شاك فيها؟ تاكدوا 100%، 100%. استاذ انت شلون يعني؟ تغير بالك تاخذ حذر. تعال. وين موديني يمه؟ هاي حجي جيبي جيت شغله. وقت حجيه بجلب بيه. انا والله دولبتوني. تعال. هاي نار بعد يلا. تعال. يمه كلها من وراك انت. اصحابه كامله انتم. تعال. مال اعصاب فيش. طيب كلام. تعال راح 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 بعد. راح احكي وياك بس ما تقاطعيني. ايه. بعد. انتم وين تشتغلون؟ احنا حراس بالمدرسه. حراس بالمدرسه. اي امه. اكلكم شربكم منين؟ احنا كنا من الوادي. من الوادي من الوادي. هسه اني راح انزلك على عشاء وراح انطيك فلوس، بس اذا ساعدتيني بالمعلومات اللي اريدها اني وراح اطلعك فوقها. فدوى روح لوجهك يمه. اوكي متفقين؟ تتعاونين ويانا؟ ايش خير تدللين؟ ان شاء الله يمه. دون يمك. شنو اسمك؟
أنا أبو سيف. اسمك اسمك بالجنسية. بالجنسية؟ اسمي سحر جاسم. سحر جاسم، عندك أولاد؟ أيوه بس سويف هذا شفته الزغيرون. سويف، إيه، تعرفينه؟ أيوه هذا عدة مرات يجي علينا هذا الرجال. نعم نعم. يجي علينا. كده هو شنو يشتغل هو زين؟ يقول أنا ممثل، قال لي إيه؟ قال أنا ممثل. وراد الحجي ياخذه ما أعطيته الحجي، أخذ بس سويف. وطلع بي من طلع بي جاني سيد جايب فلوس قايل لها كاية 400 مشى وحاكم بي. ما معقولة ما معقولة ما معقولة. لا بهذا الفنان طالب الرباعي. نوبة مرة ثانية جاني قال جاب بنية ويا هيت صغيرة ونعتها شعفة كان يقول لنا أنا شنو شنو هاي السعفة سعفة شنو شعفة شعفة هيك شعره هيك شعره يعني شعره مكفش مكفش هيك شعر مكفش شعر عبد خلنا نسولف له. معقوله يعني اكو ناس وصلت لهالدرجه؟ وقال اسمع قال انا راح اطلع لكم راتب مال الرعايه وظل يسولف ويانا ويحكي ويانا ويضحك ويانا طبت علينا القوات تمام طلعوا من عندي هاي السوالف المو زينه تمام يعني هاي الممنوعات بجيبه؟ هو هذا اي طلعوهن من جيبه شيء غريب يلا رجعي التوقف رجعي التوقف رجعي هلا انا ما راح تحبني اعدام اعدام يا ابني دولة بنتنا يا ابني قومي قومي دولة بنتنا حجة دولة بنتنا يا ابني قومي اعدام يا ابني يلا 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 اعدام غريب هذا شنو غريب؟ يعني بعض الناس يعني ما اقدر دقيقة خلي ادون يمي دقيقة ايش قلت شنو هاي المعلومة؟ بسجلها كامل. شنو هاي المعلومة؟ قلت لي معلومة. قلت لي غريبة وراها جاي تقول لي شيء. غريبة بعض الناس ان توصل على بالك المعلومة على بالك الشيء. تعال اشنو؟ اشلام شنو هذا شعرك شنو البطل البوري؟ يلا قول. هذا ما كنت تكتب كتب زينة؟ هم هذول يا مرتي 2006 2006 هي شلون جيل؟ واو تعترف احسن لك زين ولا زين؟ ترى تنحكمون انت وهم ابوك تحبون ابوك ولا لا؟ اي احبه يلا جاوب بصراحة نعم الممنوع شو يسوي يمك؟ مو يمك مو شنو وين؟ مو يمي لحن وين؟ يمه يمه؟ اي تعرفه؟ اي اعرفه شنو يشتغل؟ مطرب مطرب؟ ممثل هذا لا تغشم نفسك تعرفه كل زين ممثل لو مطرب وانا لا اعرف لا ممثل ها قال لا مطرب يكمل ايش قال لك؟ جاء علينا على المدرسه ايه؟ واخذني وطاني فلوس ايه؟ طاني 400 الف وطاني من ذول الكاسه مخدرات ايش قال وزع على اصدقائك بالمدرسه وبالحانوت من تبيع معقوله؟ لا هو متاكد؟ اي هو هو يعني هذا الحكي يعني هذا كله شنو اسمه؟ طالب الربيعي تمام تمام بس هذا اللي يحكي ما صاير ابدا 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 شلون ما صاير؟ انا ما عندك على فلوس انا اعطيك 400 اي منتني 400 اخي انا جاي اساعدكم اخذني وطيتني 400 وطيتني تشيس وكم وحده كم قطع بالمخدرات قلت وزع هذول لاصدقائك واجي وبعدين وانا اعطيك الباقي اخي اتقي الله اتقي الله تأكد من كلامك يعني جاي تتهمني لو متأكد صحيح اخي ودي ودي تاخذ ودي امرك استاذ ودي صح لي واحد لوده تعال خلي امرك استاذ يلا علي محمد ما معقول ما معقول ما معقول صح وتعال ما معقول تعبتني كلش تعبتني ليش ما تقبل تعترف شيء غريب ما معقول قلت لي شنو اسم ابنك الكبير نعم اسم ابنك الكبير ذكرني حمودي ابو حمودي ليش ما تقبل تعترف يعني كل اللي عندي قلته بصراحة وما أعتقد زليت بالكلام أو أخفيت شيء من الحقيقة أما الاتهامات فهذه هم مسؤولين عنها أنت شوف هاي الحقيقة؟ نعم أنت شوف هاي الحقيقة؟ أنت الحقيقة اللي أنا قلتها مو اللي هم قالوها والممنوعات هاي منين جبتها؟ نعم الممنوعات هاي منين جبتها؟ صراحة ما أعرف هي منين إجتني منين جتك يعني منين جتك ما أعرف منين إجتني من إيد أكو إيد دخلت بجيبي وأني شاك قلت لك بهذه الفتاة اللي وياي أنت موظف تشتغل غير الفن أنا متقاعد وفنان متقاعد وين على يا وزارة على وزارة الشباب على وزارة الشباب نعم ليش مو بالثقافة تعال والله ها حمودي أقف ورا عمودي؟ لا
نعم سيدي. وين لزمت هاي الممنوعات؟ بجيبك. يقول ما لزمت بجيبك. يقول بجنطة البنية. ايش قلت لي هسه؟ ايش قلت لي؟ البنية طلعت من جنطتها وخليتها بجيب جيبي. صح هذا الكلام حمودي؟ لا بجيبك. بجيبك. افتح الكلبشة كمولة. امرك استاذ. عافيك. افتح الكلبشة. حمودي عافيك. عافيك البطل. افتح لي عيوني همين يا حمودي ارجع عندك كموله دقيقه حمودي وقف دقيقه كموله نعم استاذ الغرفه الجو مقطعه غير عندنا بس الفوق استاذ فارس بيها تشربايه دقيقه بيها تشربايه اي كامله متعشي الساعه 12 بالليل متعشي راح ترجع التوقيف بسيطه ما اشتهي اكل هسه الصبحيه الخابر اهلك الخابر منو من اهلك خابروا ابني لأن العائلة راح يعني ترتبط شو مسجل على تليفونك؟ اسمه الصريح افتح عيونه باوع علي زين عرفتني لا باوع علي زين باوع الصدمة توني معقولة لك معقول أنت بيش أطلبك في التليفون بالسماعة شلون يعني شو ليش مستحيل أول مرة بحياتي أضرب توني توني أنا عندي قرآن قرآن عندي متهيج القرآن شو هي؟ هاي شدك القرآن؟ هي جت القرآن يا شباب أحلى صف بين الفنان طالب الربيعي استاذ طارق الحبيب قاعدين هنا شباب سويت عندي قرآنين مو قرآن واحد شغلوا لنا الإنارة شغلونا الإنارة يا حبيبي استاذ طالب قبل لا يكون مقلب او تجربه هدفنا بالبرنامج نوعي الناس ونقول لهم دير بالكم من الممنوعات وسمعونا صفقه للفنان طالب الربيعي واضح واضح تعال استاذ طالب لا واضح البرنامج استاذ طالب حبيبي مساء الخير شلون الصحه؟ خبرتك الزميله قالت لك احنا منظمه انسانيه تمام تمام احنا هدفنا بالبرنامج هو هاي تمام. هاي البروديه عند استاذ طارق صحيح اي هاي هيك دائما بارد استاذ طارق شو يصير وياه؟ صحيح يعني مات واحد من اصدقائي هو ظل هيك بارد قلنا له ليش؟ قال هو انا هيك هذا دائما تمام ينضمون الى زملاء الفنانين استاذ طالب خابرتك الزميله قلت لك احنا منظمه تمام. انسانيه تمام. تمام. هذا مو مقلب او تجربه هدفنا بالبرنامج نوعي كل الشباب ونقول لهم دير بالكم من الممنوعات وإذا شفتوا ممنوعات بمكان لو اكو شخص ارتكب عليكم لازم تتصلون بمديرية مكافحة المخدرات رقمها 178 هو احلى صفقة الفنان الشعب استاذ طالب تسلم تسلم شو رايك بالفكرة مال البرنامج؟ الحقيقة ابو محمد كان الممثل اهلا وسهلا اهلا الممثل احمد الممثل حمودي هنا كان اهلا سحر الممثل كذي معقوله طلعت كلكم على المسلسل الممثل سيف الحقيقه افتروا وراي شباب افتروا ورايا الممثل يا اهلا اهلا بالست اهلا بالرائعه اهلا 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 اتصلت فيك وقنعناك انه احنا منظمه وانت طبعا هو كم مره اجلت كم مره قال انا عندي شغل والتزامات اجل موعد اي طبعا لانه يلا احلى صفقه للفنان استاذ طارق صراحه صراحة يعني كل اللي أقوله كلمة بسيطة بس هي عميقة يعني مو بس إحنا الفنانين حتى الناس يتمنون أن تكون هيك أفكار بالبرامج وحتى بالدراما يعني بالدراما أيضا هي تمثيل وحالة معينة اجتماعية معينة هذا الموضوع مهم الداخلية والدولة والناس تشكي من هذه الحالة يعني المخدرات وغيرها اللي دمرت عوائل ودمرت شباب ودمرت مجتمع فإحنا لازم نعالجها ونحافظ على مجتمعنا ورقية من خلال هذه الأفكار اللي طرحها هذا البرنامج و... نعرض الحلقة لما نعرضها هاي كامل لا أعرضوها بقوة أنا أقول لا ما تعرضوها لا 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 شيل لا أبدا شيل لا نعرض الحلقة لو لا شيل لا أعرضوها هاي كامل تعرض الحلقة لو لا أعرضوها بس كلمة أخيرة قبل لا أختم الحلقة شنو خطر ببالك من خلو الكلبشة بيدك بما فكرت بزوجتك بابنك لا بصراحة مو يعني مو أولا فكرت بنفسي كفنان أي. الفنان شخصية عامة يعني الخبر ينتشر ثاني يوم في كل العراق وفي كل الوطن العربي ف
فنان معروف كذا كذا ويتاجر بالمخدرات ويلزمون مكافحه ما اعرف. طبعا حلو هذا الكلام اللي قلته، يعني هو محافظ على مسيرته الفنيه، يقول اول ما فكرت بنفسي شلون انا كفنان ويلزمون عندي ممنوعات. طبعا وانا تلقاني العفو، يعني انا من طفولتي من طفولتي لحد الان تربيت بالمدرسه وتربيت بعائله ربتني تربيه صحيحه وتربيت على الكتاب بالمدرسه وبالجامعه، فعمري عمري هذا كله ما غثيت انسان. ارجو المعذره، وقت البرنامج خلاص. شكرا لك، شكرا للمصورين تعبوا ويانا، شكرا للمخرج، شكرا للكل، شكرا لزملاء الفنانين تعبنا كنا من الصبح لحد الان حتى نقدر نقدم هاي الحلقه ونعالج ظاهره المخدرات المنتشره بكل مكان. في امان الله، انتظرونا باكر بحلقه جديده من برنامج كلبشني توني. في امان الله.